السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم مزيانه؟ الناس تكونوا بخير والله خير. اليوم ان شاء الله جيت ندير معكم اباجوره. انا بغيت نصايبها في الدار بيتي عوض ما نشريها، وقلت نتشارك معكم انتوما هالطريقه. خديت هاد البيدويه نتاع قرعه نتاع جوج طرون ديال الزيت نسيو شي دوسيور ما عرفتش النوع. المهم خديته وقطعته، قطعتها من هنا يكون عندها هذا الفم شويه مجموع. خديتها وحيدت لها الغلاقه ديالها وداك هذا، غادي نغلفها بهذا. كتكون باكيه فيها 6، فيها اللوينات. خديتها ب5 دراهم، بحال مناشف نتاع الكوزينه. بها غادي نغلف، انا خديتها غادي نغلف بها هاد الدوره ديال هادي. بسم الله غادي نبداو، غادي نشيط شويه الفوق هكا باش نطويه لداخل هكا. غنولي ندير من الداخل دابا هكا. درت الكره بالبيستولي ديالي، نتوما تقدروا تستعملوا الكولا الاخرى، كولا سبيسيال. غنمشي هكايا، عايزه ندخل داخل باش تجي من هنا مفينيا. مابغاش يدور ليكم قطعوه شويه بالمقص باش يدور باش ما يعدمكمش. بعد ما وصلت لهنا غادي نقطع هاد الشايط اللي عندي، هذا اللي شايط باش نلصقو مع هذا. غادي نحاول بعدا نلصق، ندير ليها الكولا من هنا باش ما تحلش ليا، هي عشوائيه باش تلصق وصافي. نحذف هذا ونلصقو هنا. هانتوما انا حذفت داك الجانب اللي كان داك الشايط وقطعت من هنا من تحت باش نلصق. غادي نلصقها هكا بهذا الشكل هذا. وغادي نجمعو كاع داك الجوانب الوسط. هكا دابا غنجيبو الخيط ديالنا هذا اللي من بعد غادي نغلفوه، غادي ندخلو من هنايا باش نركبوها على هذه اللي ديجا خدمت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا. خدمت معكم بهذا التحتاني ديالو او داك الطبصيل ديالو، فبقات لي هذه الغلاقه هذه غادي نستعملها في هنا. غادي ندخلوا بعدا هذه الخيوطه من هنا. هكا غادي نركبهم في هادي نتاع البوله باش نهبطوها تما وعاد نلصقوها مع هادي.
هانتوما البنات، انا دخلت الخيط من تما وركبته في البوله. دابا غندير الكولا هنا في البوله ديالي باش نهبطها تلصق في داك الفم نتاع القرعه. كنحاولوا نثبتوها في الوسط، تنحسو بيها ثبتات مزيان. هانتوما البنات، انا راه ركبتها ونسيت بلي خاصني نثبت بعدا هذا الفوم ديال القرعه هنايا. بعدا غادي نثبت الفوم ديال القرعه بحال هكا ونحط عاد لصق البوله باش ما تبقاش تطلع ليا. كنحاول نثبتها مزيان. وعاد من بعد ملي نحس بيها لصقات مزيان عاد نلصق البوله ديالي من الداخل. بالنسبة اللي كيبغي الضو خفيف ولا فهاد الثوب هذا كيشد شوية على الضو، ما كيخليهش يبان مجهد. غادي نحاول دابا نلصق البوله. هذا البنات انا لصقتها، ثبت البوله ديالي وغلفت الخيط ديالي هذا بنفس هذا الثوب. هذا هو في الزرق نفسه باش غلفت وصيبت هاد الفراشات هادو. انا غنوريكم كيفاش صيبتهم. كتقطعوا وريقه على شكل فراشه كترسموها وتقطعوها، ومن بعد كتقطعوه كتبقاو تحطوها على التوب هذا وتقطعوه. انا غنوريكم كيفاش زينتها. عادي نتوما تزينوها بالحجرات ولا بليزيست خاص بالشكل اللي بغيتو. انا فقط غير درت الكولا ورشيت عليها الصقلي. قلتلكم تراصيوها بالكولا وتبعوها بليزيست خاص. انا غير بغيت نزين بيهم. هانتوما تاخد هاد الصقلي هذا وتنرشو عليها. فقط غير اللمعان وصافي باش تعطينا نظرة ملي نلصقوها. صافي وغتخليوها تبرد. دابا غادي ندوزو للتزيين باش نزينوها بهاد الفراشات هادو. غتاخدو الفراشة وغتجيبو الظهر ديالها وغديرو هكا هي الكولا. وتلصقوه بهاد الطريقة هادي.
غنجيب لون اخر. هما راه ملي كديروا لهم الكولاس يوليو قاصحين هما براسهم تيتطواو. غندوزو الاخرين. كنعتذر البنات على هاد اللقطه هادي اللي مشى فيها الفلاش. ف كيما قلت لكم فاش كت راه فاش كديروا لهم الكولا وتحطوا عليهم راه كيوليو قاصحين، هما تيتطواو راسهم تيوليو بهذا الشكل هذا. صافي وغنخلي واحد المسافه وغنعاود ندير الاخرى هكا. هذا اللون هذا كيتواسى مع هذا بزاف. هانتوما غادي نجي ندير الاخرى. غنعاود ندوز الاخرى. نتوما زينوهم بالطريقه اللي بغيتو، فراشات او لا ديرو اشكال اخرين رسومات اخرين وقطعوهم. هانتوما هادي اللي خليناها كتنشف راه نشفات. وغادي نلصقها وغنجيب هادي اللي بقات ليا. انا درت هنا 6 نلصقو الظهر ديال الفراشة، ومن بعد كتلصقوها. نجيب هاد الشكل هذا هانتوما البنات. من بعد ما زينتها بهاد العقيقات هادو هاد الحجيرات هادو، نتوما زينو بالشكل اللي بغيتو بالطريقه اللي بغيتو. باش ما بغيتو ديروها ديروها. درت لي هاد البابيون هنا في هاد الحجيره، غنشعلها لكم دابا باش تشوفوا كيفاش كتجي شاعله. هانتوما البنات، هانتوما البنات. انا من بعد ما طفيت الضو وركبتها لكم باش تشوفوها. ديروها البنات كون في المكتب ديالهم او لا في نتوما ديروها. ديروها بقرعه كبيره هي كتجي زوينه في المنظر، وكل واحد يزينها بالذوق ديالو. نتمنى تكون الفكره وصلت ليكم وتجربوها. كنشكركم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.